رأينا وجدة إخراج هيفاء المنصور امرأة سعودية، على الرغم من أن معظم النقاد في جميع أنحاء العالم حبوا الفيلم، بعض النقاد العرب شكوا في التأثير الحقيقي الفيلم. في على سبيل المثال ذكر طريق هايدر الذي محاضر في جامعة الملك سعود وطالب دكتوراه في قسم الأدب الإنجليزي بجامعة واشنطن، يشير إلى ذلك الفيلم يمول جزيا من الحكومة السعودية، كما أشار إلى أن الفيلم لا يلاوم الدولة بل المجتمع السعودي على الرقابة على النساء وزواج الأطفال، تعدد الزوجات وما إلى ذلك. هناك مشاهد من الاعتزاز الوطني حيث الدولة السعودية هي الغفران أساسا. على سبيل المثال عندما ترقب وجد دراجتها التي خضرا اللون الوطني تجاوزت حافلة في المشهد الأخير، توقف الكاميرا للنظرة في ملصق من العالم مع الشخصية السعودية عليه. ثانيا، هايدر قال أن قصة حياة المخارجة هي امرأة سعودية متزوجة من أمريكي في بحرين، تتفق مع الخيال الإمبريالي لرجال أبيض إنقاذ امرأة سمراء من رجال أسمر. أخيرا، يثير هايدر إلى أن بعض الأشياء في الفيلم تبدو ميزينة، وثقال لهايدر يحدث هذا خلال الحوار حول الانتحاريين وزواج الأطفال. أنا لا أختلف مع هايدر في بعض النواهي، أنا شخصيا أعتقد أن فقط حوار حول الانتحاريين يبدو تقصيري، ويبدو أن مناقشات زواج الأطفال ذات صلة بهالة وجدة. أيضا كان تقصيري لمشهد الدراجة المسؤولين السعوديين على ملصق الحافلة كانوا متواتنين في أقطاع المجتمع السعودي. ومع ذلك إذا كان صحيحا أن الحكومة قامت بتمويل الفيلم، وهذا يغير وجه نظري. يشير سقوط وهو ناقد سينمائي لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الفيلم يتجنب أي نقد إعلاني للمسجد أو الدولة. يقول إنها في الفيلم في إن معانا وجدة والدتها ثم التلميح بها بلا من تصيعها وألقى اللوم على الحكومة السعودية. أنا شخصيا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون استراتيجية من قبل مدير لجعل الفيلم مستصغ للجمهور السعودي، أو ربما هو شيء فني.